فضيلة الشيخ، هذا يسأل ويقول: كيف يكون الإنسان مطبقا لكمال التوحيد؟ وفقرتي الثانية: إذا قام العبد بعمل مصادم لكمال التوحيد هل يخرجه من 70,000؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يكون الرجل مطبقا أي منفذا لكمال التوحيد بأن يترك الشرك الأكبر والأصغر والبدع والمحدثات كلها. وكمال التوحيد ينقسم إلى قسمين: كمال واجب وكمال مستحب. فالمسلم يكمل التوحيد بالقسمين الواجب والمستحب ويحافظ على عقيدته. نعم.